عايز تتفرج عليه بقى لما يلعب بقى في الكوره. عايز هو عايز يلعب، عايز يلعب كده. اصبر بقى، في سمك جاي في الكوره اهو، تشوفه وهو بيلعب. حكيم ومين انت؟ نجيب سمك حكيم. يا مرحب يا مرحب. لا لا انت مره سمك خاطيك المره دي. لا عيب عليك يا عم، عيب عليك يا عم، ما تجيبش العطير غالي. خلي بالك كم كيلو السمك؟ 25. ماشي النهار عارف سالم سالم حرباوي. انا اقول اني نحن سمك على طول. تكبرنا يخليك. عايزين سمك كبير. عايز جاتين كام قبل؟ 25. لا في 20. صلي على النبي. صدقني والله اللي احسن من السمك واحسن من الدنيا تجاري عليا اني 23 جنيه. 25 جنيه في 2 جنيه. تزعل مني في حاجه واحده، لما يجيك سمك يطلع طعمه وحش. تيجي تقول لي يا كريم ما والله ما والله ما نبيع ولا نجيب. هو الراجل على فكره بيبيع، بيتعامل معاه بيتعامل معاه بيتعامل معاه بيتعامل معاه. احسن منه ومنك ال 2 جنيه دي مكسبهم. بقول لك على حاجه ثواني بس يا صاحبي، الشريه من عندني الله يطلعك بتشتري سمك من عندي. تعالى وريني مش دي، مش دي اهو اهو اهو. دي تبعك ولا لا؟ ماشي ناخد الجرد. انا عايزين جرد. كيلو كيس يالا اهو يا ريس. بقى صور بقى براحتك. بص بقى في التليفون عامل ازاي شكله. حتى عايز قد ايه صح؟ اكلنا السمك الكبير. عايز قد ايه؟ عايز 4 كيلو. كيلو ولا اكبر؟ اه اكبر. لا شيل دي عشان دي شيل راحت فيها. اكبر من كده مش هتلاقيها. يا عم سيبهم دول زباينا يا حمد. لازم اللي هم عايزينه ياخدوه يا حمد، عشان دول زباينا يا حمد. وهي زبون بتعمل غير اللي بره. انا عارف. زبون الفرشة يا باشا. صلى على النبي يا استاذ. وانت لما جيت سألت ولا جيت على الفرش عدل يا ريس؟ اه لما جيت على طول مدافع ده مكاني عشان كده. ايوه يا عم. انا خدنا على الاقل اللي هشوف الصفحه اقول لك السمك ده منين. من عند كريم. انت بتصور مباشر يعني ولا ايه؟ ولا انت بتصور مقطع؟ انا بروح هناك بس انا بحط عليه مصيبه. ايه؟ بحط عليه مصيبه. مصيبه؟ بحط عليه مصيبه وبعد كده انزله على الصفحه. يعني عشان ميته شويه ده لسه طالع من الميه. ليه؟ هو بيبقى محتاج كميه ميه. السمك لو عدى السمك لو عدى عليه الميه بيتسوح. والله هو خايف الميه. لازم تبص تبقى الميه متسوحه عشان يطلع في اي زمان. يعني لا زياده ولا نقص. ممنوع ميه
الجمهور.